بالعطف من طرف الوزير المعني بالامر، وشد الاختصاصات اللي تحطات في التصريح الحكومي واعطاها الراسو كوزير. نحن نعتقد من خلال قراءه متقدمه للدستور بانه الدور ديال هذه الوزاره هي اليه ما بين المجتمع المدني وما بين البرلمان، ماشي للوصايه على البرلمان كيف ما على الجمعيات، كيف ما الحكومه اللي بغات تقدم شي مشروع قانون او شي نقاش مع البرلمان يمر عبر هذه الوزاره، ما كتفرضش هي الوصايه. هذا هو اللي كنا كنتصوروا يمكن تلعبوا هذه الوزاره، في حين اننا كنصيبوا راسنا قدام واحد الوزاره اللي جايه بسوء نيه، انا شخصيا اقولها لانها تنطلق من كلمه ضبط الجمعيات، مفترضه بان كاع الجمعيات في وضعيه غير قانونيه، في وضعيه غير سليمه، في وضعيه وكذا كذا 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 كذا. ونحن نتساءل لانه فعلا كاين جمعيات اللي كنعرفوهم كيفاش كيلجؤوا للاحسان العمومي، شحال ديال الجوامع تبناو، شحال ديال الاشرار ديال الحلال اللي كيتفرقوا، منين كيجيو هاد الفلوس؟ منين كيجيو هاد الفلوس؟ هذا لجوء للاحسان العمومي خارج القانون، من يقوم به؟ التمويلات اللي كتجي من الخليج للجمعيات، هادو كلهم جمعيات اللي عندهم علاقه بشكل او باخر بلون سياسي معين. نحن نقول بانه كاع الحوايج اللي خارج القانون سواء من طيف معين او من طيف اخر او من كل انوال الطيف، حنا ضدها وكنا دائما ضدها وغادي نبقاو ضدها. غير اللي كيبان اليوم هو هاد المنشور، وسمحوا لي ناخذ واحد الكلمه، هاد المنشور وقع له مشكل. باش نجاوب على السؤال ديال الاخ، هو كاين شساعات طموح ديال الحكومه ولا ديال الوزاره، شساعات الطموح، وكاين غياب القدره التقنيه القانونيه على صياغه المنشور، لان الا قريتوا المنشور غتلقاو لا ترام دو فون ديالو هي المذكره ديال رقم 7 الصادره في 2003، وقع دي كوبي كولي، وفي هاد لو كوبي كولي جاوا صياغ مبهمه، جاوا كلمات لا نعرف معناها، لانه سياسيا كنهضروا تنقولوا مثلا المنظمات غير الحكوميه، ولكن قانونيا شنو هو التعريف ديال المنظمه غير الحكوميه؟ في المغرب المنظمات غير الحكوميه لا تشكل وحده قانونيه، عندنا الجمعيات، في حين ان منشور وثيقه قانونيه تتحدث عن شيء غير قانوني. كنلقاو بانه التصور ديال الجمعيات بانه خصهم يديروا لو رولي ديال لا بوليتيك بيبليك، يديروا داك اللي بغينا نقولوا وسيله توصل ما بين السياسه العموميه وما بين المواطنين. تلقاو بانه تنحدوا الفضاء ديال الاشتغال او مجالات الاشتغال ديال الجمعيات في المجالات الخيريه فقط ومذكوره حصرا. واحد المجموعه ديال الامور اللي كتبين بانه الحكومه الحاليه ستكون كما تنقولوا غانيوري دافونتاج، غتربح كثير لو انها تنفتح على المجتمع المدني، غادي تكون هي الرابح الاول، لان كيف ما كان الحال فشل هذه الحكومه هي فقدان مرحله من تاريخنا كمواطنين ومواطنات في المغرب. حنا ما كنقلبوش على ان هذه الحكومه تفشل، بالعكس تنقلبوا اذا كانت هذه الحكومه فعلا تتقول هي بغات تاسس دوله قويه بمؤسسات قويه، فتنظن حنا تنظنوا ان الحليف الاستراتيجي ديالها هو حنايا. اذا كانت تتقول بغات تاسس في هذه المرحله دوله قويه بمؤسسات قويه، الحليف الاستراتيجي ديالها هو حنا، لاننا حنا ضد اي ممارسه لا ديمقراطيه بما فيها ما يمارس على الحكومه الحاليه، حنا ضده. غير باش تكون الصوره واضحه.